أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان رؤية وتوجهات وزارة الثقافة في السعودية، والتي تضمنت 27 مبادرة، أبرزها تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وإنشاء صندوق النمو الثقافي، وإطلاق برنامج الابتعاث الثقافي، وتطوير المكتبات العامة، وإقامة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وتنتمي المبادرات إلى 16 قطاعاً ثقافياً تخدمها الوزارة، هي اللغة والتراث والكتب والنشر والموسيقى والأفلام والعروض المرئية والفنون الأدائية والشعر والفنون البصرية والمكتبات والمتاحف والتراث الطبيعي والمواقع الثقافية والأثرية والطعام وفنون الطهي والأزياء والمهرجانات والفعاليات والعمارة والتصميم الداخلي، التي تشكل في مجموعها كل المسارات الثقافية التي تنشط فيها المواهب السعودية في مختلف مناطق المملكة. حقيقة التحولات اللي تعيشها المملكة في عهد الملك سلمان مثيرة ومدهشة للأمانة. يعني إذا لو تغفو شوية ولا تنام تقوم تكتشف أنه في شيء مختلف تماما، يعني حتى يعني نحن نلهث لنلاحق التغيرات والتحولات اللي قاعدة تحدث في المملكة ولا نكاد يعني نلحق بها أو ندركها. هذا حراك ممتاز ومميز ويثير يعني في أنفسنا الغبطة. إيش تعليقك على الرؤية الجديدة لوزارة الثقافة يا محمد؟ الحقيقة رؤية وزارة الثقافة حملت يعني زي ما ذكر التقرير 27 مبادرة، حملت كثير من المبشرات دي، ولكن أنا لست مع العدد، يعني لست مع يعني عدد المبادرات، انها يعني ترى انها قليله او تريد ان تقلصها. اريد ان اقلصها، انا يكفيني 5 إلى 10 مبادرات يكون بالامكان تنفيذها وتطبيقها على اعلى مستوى وبنوعيه ممتازه جدا. يعني كثره، يعني هو ملاحظ ليس فقط لدى وزاره الثقافه، لدى كثير من الوزارات والجهات انها تضع لستة من المبادرات، وفي نهايه السنه تأتي أنت لترى أو تراقب ماذا تم من هذه المبادرات. ربما من 20 تجد 4 أو 5 مبادرات هي التي طبقت على وجه يعني أكمل وأفضل. فأرى أنه كان في مبالغة في المبادرات طبعا. هل لحظة أنت أنت ما تحس أنه يعني أنا معك على فكرة، أتفق أن في حماس زايد، يمكن هو اللي يعني أو شعور بأنه في سنوات يجب تعويضها، في سنوات معينة صحيح. يعني يجب أن يتم التعويض فيها. وزي ما ذكرت أنت قبل شوي أنه إحنا ما إحنا قادرين نلاحق نلهث خلف كل المتغيرات اللي قاعدة تحصل في المملكة ومجتمعها وجانبها الاقتصادي والسياسي والثقافي والمجتمعي والإعلامي إلى آخره. يعني مرحلة التغير يعني تتمتع بحركة يعني غير مسبوقة وغير ملحوقة إذا جاز التعبير. يعني بس أيضا بناء على 27 مبادرة، وهذه نقطتي الثانية، أنه شعرت أنه في بعض المبادرات كأنها استلت من اختصاصات هيئة السياحة أو من اختصاصات هيئة الترفيه أو من اختصاصات وزارة الإعلام إلى آخره. يعني في تداخل، أشعر أنه في تشابك وفي تداخل في بعض المبادرات. أنا أكثر ما لفت نظري من هذه المبادرات هو مجمع الملك سلمان للغة العربية، بس كان بودي أن ينصوا على شيء فيه ويركزوا عليه، أن يكون مجمع الملك سلمان الرقمي للغة العربية. لأن إحنا الآن في عهد الرقمنة وتطور وسائل التواصل وإلى آخره، وبالتالي تقليدية المجمعات اللغوية لم تعد مطلوبة أو مطروحة. وأيضا كثير من المعنيين بالمجال شبكة الإنترنت وإلى آخره يعني طالما طرحوا وطالبوا بأن يكون هناك مجمع رقمي للغة العربية. المبادرة الثانية اللي تلفت النظر وهي مهمة جدا وذكرها التقرير، اللي هي مهرجان البحر الأحمر للسينما الدولية. هذا يعني كان لافت لأنه يصب في شيء من ضمن اهتماماتنا كإعلاميين، أو على الأقل من ضمن اهتماماتي أنا كإعلامي، أنه سيبني جسور حقيقية مباشرة مع العالم
الخارجي ومع العالم الغربي ومع العالم العربي ويؤدي إلى ما نسميه دائما أو نطالب فيه إلى الدبلوماسية الشعبية. ممتاز. فنقطة بس أخيرة، أنه يعني كونك تخرج ب27 مبادرة لا مانع ولا ضير ولا مشكلة، ولكن لا يمنع أيضا أنك تعيد مراجعة هذه المبادرات وترى تحت سقف وزارة الثقافة ما يمكن أن يختصر منها لتركز على الأهم والباقي من هذه المبادرات. محمد العصيمي يجسرنا يعني يجرئنا على أن بالفعل نقول آراءنا، يعني لأن إحنا في وسط ثقافي وإحنا طالعين من وسط ثقافي، يمكن أن تكون آراءنا خادمة ل يعني أجندة أيضا وزارة الثقافة. أنا كمواطن أعجبتني كثير من البرامج التي طرحت اللي هي 27، بس أنا صراحة أيضا ضد عروض الأزياء، يعني كثيرة يعني عروض، يعني بتطلع الحريم يعرضون ولا الرجال يعرضون خراقينهم، ها والطبخ والطهي، يعني أنا عليه حالة تحفظ على هذه وجهة نظري، وأنا أعتقد أنه لو شلناها ما حتتأثر يعني وزارة الثقافة. خالد وش تعليقه؟ اسمح لي أنا يعني أخذ راحتي في الكلام. أي كبداية أحييهم إلى قبل إعلان هالمبادرات، أنا ما كنت أعرف وش هي هالوزارة ولا أدري وين حتى تعمل، ولو وش ما سمعنا عنها طنطورة، وكانوا يجيبون ضيوف من لبنان عشان يسمعون مطربة لبنانية وضيوف من مصر عشان يسمعون عازف مصري. ما العلاقة بالوزارة دي؟ سام؟ ما العلاقة بالوزارة طنطورة؟ طنطورة أجل على الهيئة الملكية العلى، الهيئة الملكية يمكن اختلطت علينا، يمكن هو هذا اللي يقول محمد العصيمي انه في تداخل بين هيئة الترفيه وهيئة السياحة. اعتقد ان الامير بدر هو رئيس الهيئة هذا. طيب على كل حال لم اكن اعرف ما هي وزارة الثقافة. اعلان هذه الاستراتيجية او هذه الرؤية تم في احتفال غابت عنه الاستراتيجية. انا ممن حضروا هذه الاحتفالية، كل ما خرجنا به عن هذه الاستراتيجية هو رسم مكتوب فيه عدد البرامج والمبادرات وأسماها، والباقي كله كان حفل عزف وغناء ليس له أي علاقة بالثقافة بمفهومها اللي احنا ننظر إليه. ولكن رغم ذلك، هل يعني مش تقصد يا خالد انه كنت تنتظر في الحفل يعني حفل الإطلاق انه يصير فيه التفسير؟ ذهبت لأستمع إلى الاستراتيجية التي ستعلن. للأسف ذهبت واستمعت إلى محمد عبده وإبراهيم حكمي ومجموعة من المحبين. تفضل. حتى الحفل افتقر إلى محاولة ربطه بالفلكلور الشعبي السعودي. يعني كان بالإمكان ربطه ببعض الرقصات وببعض هذا، يعني هذه أمور ربما أنه اللي صاغوا الحفل افتقروا إلى المام بثقافة السعودية. ولكن رغم ذلك، شوف هذا خلصنا من الجانب السلبي، ولكن رغم ذلك أنا أريد أن الآن أنا أتحدث عن الجوانب الإيجابية. أحييهم على هذه المبادرات، فاجأوني فيها كون أن هناك نية لإنشاء مجمع للغة العربية باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هذه خطوة مهمة جدا، لأنه اللي قاعدين نشوفه الآن أنه في انحسار للغة العربية في عقر دار اللغة العربية. حتى المؤسسات الرسمية أصبحت تتكلم بما يسمى باللغة البيضاء. لا ولا الشركات يعني تبعث إيميلات وذا باللغة الإنجليزية. أنا قلق جدا على اللغة العربية. وبالتالي وجود هذا المجمع شيء طيب، ويؤيد أخوي محمد أنه يكون هناك، وأنا لا أظن أنه الحقيقة يعني واضح أنه هو حيكون في إطار رقمي. ولكن الحقيقة اللي حاصل الآن في وزارة الثقافة هو أنه هناك مشروع للم شمل شتات قطاعات متناثرة بين وزارات لديها مسؤوليات أساسية، وتعتبر هذه القطاعات من الأنشطة الثانوية وذات الاهتمام الثانوي في هذه الوزارات، سواء في السياحة سواء في الثقافة سواء احنا لا يفتوى مالكم في المدينة استاذنا ابو بدر في جمعية الثقافة في الملك. هذه الحقيقة الشتات جمعوا في اطار وفي تحت مظلة واحدة شيء جميل وجيد. الحكم عليهم مبكر تكون نتائج. إذا تلاحظ أنه عندما أعلنت مبادرة الرياض أعلنت مبادرة الرياض اللي هي المشاريع مشاريع الرياض الأخيرة كلها ارتبطت بالفن
وارتبطت بالثقافة وارتبطت بالمتاحف وارتبطت بالمسارح وارتبطت وتخضير الرياض كل مسطحات الخضراء. كل مشروع أعلن من هذه المشاريع التي أعلنت في ذلك اليوم فيها جانب يخص الثقافة والفن اللي هو تلبية احتياجاتنا. أنا ما وافق أخوي محمد أنه بالعكس خلي الأزياء ولا وافقك أنت أيضا في إيش؟ خلي الأزياء خلي الطعام خلي يا أخي كل لها اهتماماتها في المجتمع. فبالتالي أنت ستلبي اهتمامات الجميع وفي إطار وحجم هذه الاهتمامات. يعني أنت ما رح تجي تسوي عرض أزياء في كل حارة، أنت ممكن حتسوي عرض أزياء يخص النساء في مكان. لا أنا تبي صدق أنا أنظرها من جانب من محذور اجتماعي ديني إلى حد ما، أخاف يعني بعدين يجون عارضات أزياء نكبرها شوي. الخوف مو بيجونك عرضات أزياء من برا، الخوف بيجونك عرضات من جوا. فأنا أعتقد أنه تلبية اهتمامات أصحاب المواهب مشاريع الرياض الأخيرة والتي وهي على فكرة مقدمة لمشاريع مشابهة على مستوى المملكة يعني صحيح. حتكون فعلا متنفس ويعني مزرعة لبذر الحقيقة مستقبل هذه البلاد في اللي الحقيقة غاب عنها الحقيقة منظور. بس أنا أرحب بعرضات الأزياء في المملكة، ما عندي مشكلة. أنا حاضر أنت أنا أرحب بعرضات الأزياء، بس القصد أنه لا يؤدي أظن كنت تلفزيون حاط على فاشن شانل كل يوم لا يؤدي يعني تعدد المبادرات إلى هذه الدرجة يؤدي إلى تشتت فقط. يعني بما ذكر إدريس من الجانب الديني والاجتماعي هذا يخصه. ليه يخصني؟ لا صحيح لا محمد، خلينا واضحين. يعني أنت يعني ألا تخشى أنه أنا أيضا حريص على هويتنا إلى حد ما؟ ما هي ترى ماني ذيك اللي ليش تربط الأزياء في هدم الهوية؟ يعني خايف، أنا خايف اللي بذهنك يا إدريس أنه عروض الأزياء يعني زي باريس فاشن ويك انه يكون في عروض ازياء، مو بالضروره الازياء جزء من الثقافه. ممكن يكون في عرض ازياء من المنطقه الجنوبيه. اي فاهم، انا ودي كذا. انا اخشى ان نتمادى، بس انا قاعد الحين احنا كلنا قاعدين نعلق الجرس بمحاذير. لا بس احنا لازم نحذر، لانه ما اخرنا في 40 و50 سنه هو هذا الطرح. اخشى ان نتمادى، نخشى ان نتمادى ونحن نرجع لين ظلمت في الرجوع. الآن بدأنا ننطلق وبدأت تنور الأمور وبدأت يعني برضو بدأنا نتمادى من أول نتمادى في الغطوة، الحين نتمادى في الفتشة. على حال أحترم وجهة نظرك. أنا برجع للسلطان بخليها آخر واحد لأنه يفتي في هذه المسألة. أنت إيش تعليقك على برامج وزارة الثقافة؟ لفت نظري أولا في رسالة الوزارة موضوع تمكين المشهد الثقافي السعودي. مصطلح تمكين تمكين يعني تعزيز قوى المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية المعنية بالشأن الثقافي، واثنين تمكين يعني احتضان المواهب السعودية. فالتحدي الكبير الآن أمام الأمير بدر الفرحان هو مدى نجاحه في خلق شراكات مع تلك المنظمات، لأن الثقافة الناس من أجل الناس وبالناس. صحيح. هذا واحد. اثنين، لفت نظري أيضا استخدام تعزيز المكانة للمملكة العربية السعودية في الخارج. معناها لدينا توجه في استخدام القوة الناعمة كثقافة سعودية بكرة نصدرها ونستخدمها أحد أدوات سياستنا الخارجية. هذا ترى تطور كبير. الشيء الثالث أيضا لفت نظري موضوع الثقافة والاقتصاد. عادة الثقافة وجود العنصر الاقتصادي في الثقافة بالضرورة سوف تكون هناك استدامة، لأن هناك سوف يباع كمنتج، وإذا دخل الاقتصاد بالضرورة سوف يكون هناك استدامة. الأمر الرابع حقيقة موضوع أن نخرج من دائرة المتحف والمكتبة المحنطة اللي تشعر فيها بالفراغ. أنت روح لأي متحف الآن، حرام، استثمارات هائلة، لكن يغيب عنها ماذا؟ يغيب عنها الإنسان. ليه ما نروح للمدارس ولا الناس؟ لأن تلك الأماكن الحكومية ليست صديقة للإنسان. تبغى مقهى مطعم مرتب، يعني أفضل مطاعم الآن في أوروبا تروح تجدها في المطاعم الموجودة في المتاحف. صحيح. صح ولا لا؟ أو في المكتبات. المقاهي تريد أيضا ركن للطفل أن يحتضن هذا الطفل، أن المكتبة للطفل. وهنا ثم أيضا الفعاليات، إنما تجد رجل كبير بالسن ونازل نظاراته ومنكب على الكتب
تقبز نظاراتك. لا والله أيوة. يعني لكن أنا ترى لست كبيرا في العمر. طيب. فبالتالي هذا النمط للثقافة والمعرفة السعودية أنه واحد كبير بالعمر ويتكلم معك بنزر بتقعر أو بتقعر أو بتقعر بنزر لغوي يعني ولا نحن لازم نشجع الناس على أن تلك الأماكن الثقافية تكون صديقة في تفاعلية تفاعلية في قضية أيضا موضوع جودة في هناك برنامج جودة الحياة الحياة جودة الحياة أنا أتصور 20-30 لها التصاق ترى كبير جدا صحيح. بما يحدث هذه الثقافة. أمر أخير أن الرؤية المملكة العربية السعودية رؤية عظيمة جدا كانت تحتاج هكذا توجه استراتيجي من الثقافة وبسبب عندنا تحولات كبيرة اجتماعية وثقافية ومعرفية كنا بحاجة إلى مرجعية ثقافية وممارسة ثقافية زي ما تفضلت. الآن أدريس حنا خوفنا أن تحركاتنا أن هذه التحركات الهائلة والكبيرة أن ليس لديها مرجعية يكون عليها إجماع وطني على الأقل في باب الوعي من أجل أن نسلم أن لا يكون هناك اعتراض على الممارسة الثقافية بكرة في المستقبل. ممتاز واضح. سلطان أنت سمعت آراء الجميع وأنت أيضا أحد أقرب الموجودين علاقة بهذا الجانب لأسباب عديدة تعليقك. لا أنا سبب واحد مو بأسباب عديدة كلهم قريبين من المشهد الثقافي لكن أنا قريب من وزارة الثقافة إلا أي هذا اللي نقصد عندي علاقة يعني وعندك علاقة سابقة بجمعية الثقافة والفنون أيضا. أولا يعني يجب أن نعرف أن استراتيجية وزارة الثقافة رسمت لا تخرج مطلقا بالعكس إلا استشهدت برؤية المملكة 2030 حلو. فبالتالي كل التوجهات اللي ظهرت فيها جاية من هالجانب بما فيها برامج جودة الحياة وبما فيها برنامج تعزيز الهوية الوطنية كلها ضمن العناصر اللي رسمت في هذه الاستراتيجية. يعني محمد ذكر أنه 27 مبادرة كثيرة يعني خلنا نقول لك محمد أنه كان في أكثر لكن اختصرت حتى اللي أقرب للتنفيذ القريب يعني وبالتالي تنفيذ المبادرات سيتوالى خلال حسب ما أعرف من الوزارة خلال بقية هذه السنة 2019 و2020 ويمكن يعلن عن مبادرات أخرى في هذا القطاع. المسألة الثانية أن وزارة الثقافة لن تكون وزارة تقليدية بالمفهوم السائد وهذا من حسن حظها أنها آخر وزارات نشأة فبالتالي بنيت على قواعد جديدة. الوزارة ستكون يعني جهة تشريع سيادي كجهاز الوزارة لكن اللي يعمل على الأرض هي هذه الكيانات التي أعلن عنها التي ستدير 16 قطاع 27 هذه لا تكون كيانات تقصد لحظة احنا عند الآن 16 قطاع هي التصنيف اليونسكو للثقافة اعتمدت على تصريف سيكون عندنا 16 قطاع تعمل في المجال الثقافي. هذه القطاعات تديرها هيئات ستعمل بطريقة غير تقليدية غير بيروقراطية عندها استقلالية كبيرة يعني عندها مرونة بالعمل هيئات يعني حكومية أو خاصة هيئات حكومية لكنها عندها مرونة أكثر ممولة من الدولة وعندها إمكانيات أنها تستثمر تمويل. أوكي. يعني عندها أنظمتها زي أنظمة الهيئات اللي أنشئت قبل فهذه الهيئات هي التي ستعمل على الأرض ستعمل على التمكين على التشجيع على تطوير القدرات على العمل مع مؤسسات المجتمع المدني على العمل مباشرة مع المواهب على استكشاف المواهب في القطاعات المختلفة كلها على الاهتمام في مناطق ما كان فيه اهتمام لها يعني على سبيل المثال الموضوع العمارة كنا في نظرنا دائما أنها جزء من الهندسة ومتروكة للمهندسين لكن في العالم كله العمارة تدرس في كليات الفنون الجميلة وهي جزء من ثقافة المجتمع صحيح حتى أيضا لا تستورد ثقافة مختلفة عنك في البناء يعني لك نمطك الخاص نعم تطوير هذا النمط في التصميم الداخلي للبيوت. التصميم الداخلي ليس مجرد الديكور فقط ولكن استخدامات الداخلية للمنزل بما يتلائم اللي يسمونه الاستخدام الوظيفي اللي يلائم عادة المجتمع فبالتالي هذا جزء من تطوير هذا القطاع.
حتى الطهي والأزياء التي تحتجون عليها أيضا هذه فيها مجال كبير جدا لحتى أن تكون هذه القطاعات وما فيها الثقافة جزء من الناتج القومي. يعني مقدر لها، أنا أعتقد أن التقدير متواضع، مقدر لها أن تحقق 3% من الناتج القومي القطاعات الثقافية. وأنا أعتقد أنه يمكن أعتقد المعلن 2% اللي معلن 3%، لكن أنا أتوقع أن هذا متواضع جدا، يمكن يمكن يكون أكثر. المسألة الثانية، يمكن خالد ذكر أنه في الحفل ما كان في إعلان. أنا أعتقد الحفل ما كان مقصود فيه إعلان الاستراتيجية بالكامل، لأن الاستراتيجية موجودة على موقع الوزارة اللي أطلق، فبالتالي كان إعلان العناوين التوجهات الرئيسية والإعلان عن المبادرات التي ستعمل على الأرض. الشاهد في الموضوع، يعني أنا أعتقد كل القصة، أنه سنشهد نمط جديد في تفعيل العمل الثقافي قائم على الإدارة الثقافية التي ستحقق هذا الناتج، ليس مجرد تمويل باتجاه واحد لكن تشجيع كل الفعاليات. يعني عندنا مثلا القطاع الخاص دوره، يعني الحقيقة ما عندنا أمثلة إلا أرامكو في إنشاء مركز إثرا، وهل يومين عندنا الشركة السعودية للكهرباء أعلنت عن أسبوع ثقافي، عن مهرجان ثقافي في سيقام في الرياض. أنا أعتقد في مجال لهذه المؤسسة، الشركات الحكومية اللي قادرة على عندها قدرة تمويلية هائلة كبيرة، أن تقوم في مبادرات بالتعاون مع وزارة الثقافة. يعني ليش ننتظر من الدولة دائما أنها تقوم بهذا الفعل؟ المسألة الأخيرة يمكن اللي أثيرت على الطاولة الآن هي التشابه، يمكن ذكر محمد التشابك بين القطاعات المختلفة اللي عند الإعلام وعند السياحة. الحقيقة لا، اللي حصل يمكن خالد أشار لها، وزارة الثقافة الآن في سعي للم شتات الثقافة الضائع التي تفرق دمه بين القبائل، حتى اللي موجود يعني جزء منه عند وزارة التعليم تلقى موجود عند هيئة السياحة والتراث الوطني، عند وزارة الإعلام ما زال باقي جزء منه. مثل المكتبات العامة أشار لها الدكتور يوسف قبل شوي، اللي تكون مكان كئيب ما حد يروح له. هذه المكتبات الآن موجود 84 مكتبة في المملكة في كل المحافظات تقريبا. خطة الوزارة أن تحول هذه المكتبات إلى مراكز ثقافية، حلو، اللي سموها بيوت الثقافة، بمعنى أن المكتبة راح تكون جزء من المركز الثقافي. ولا كان في تجربة جميلة للجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، عندما انتقلت يعني بعد جهد جهيد لإقناع وزارة الثقافة والإعلام سابقا أنها تأخذ مقرها هناك، المكتبة صار عليها رجل، الناس صاروا يجونها لأن الجمعية هناك وعندها أنشطة، أنشطة في المسرح، فنون تشكيلية، في السينما، في الأنشطة كثيرة، في الشعر. المكتبة صار لها رواد بسبب وجود هذا النشاط العام. هذه التجربة أنا أعتقد قابلة للتكرار في كل المحافظات. محمد أنت، أنا بس عندي نقطة مختصرة جدا وأشار لها أبو بدر في الأخير، اللي هي أنه الآن إحنا نلاحظ أنه في عملية إسناد للمشهد الثقافي والفني في المملكة من خلال عدد من الفعاليات. يعني أنا مثلا كنت أتحدث معك قبل الهوى عن نجاح موسم الشرقية، نجاح هائل الحقيقة. والآن يعني قبل ساعة أو أقل في خبر أنه لأول مرة في تاريخ جسر الملك فهد تفتح الطاقة القصوى للمسار القادم من البحرين إلى الشرقية أو إلى السعودية، وهذا مبشر جدا يعني بالنسبة لي إقبال مواطنين دول مجلس التعاون أو حتى الدول العربية على الفعاليات التي تقام في السعودية. وأنا طبعا كان عندي دائما سؤال أنه متى إحنا إلى الآن في مجال الثقافة والفن نعطي، متى بناخذ، يعني متى ستشكل مصدر دخل وطني وإلى آخره. هذا مصدر إيراد مو مصدر تكلفة. أي مصدر إيراد مش مصدر تكلفة. وأيضا زي ما ذكر مهرجان شركة الكهرباء الثقافي اللي هي متأكد أنا جدا أنه سيؤدي إلى خلق منافسات ويشجع آخرين ويثير غيرية بعض الشركات لتفعل مثل ما هل تبتقول شيء؟ لا بس كانت إضافة الكلام الأستاذ سلطان، أنه
شركة كهرباء بالفعل مبادرتها في مهرجان نور أعتقد أو يعني حيكون بكرة مقياس نقيس فيه كيف اسهم مثل هذه الشركة في هذا المكتبة. أنا زرت مكتبة جامعة كاوست في ثور الحقيقة لا تشعر أنك في مكتبة صحيح. كانت داخل في مقهى وهذا شيء جميل ومكتبة إلكترونية. نعم. فاصل ثم نعود إليكم.